جاء عند الطبراني من حديث أنس رضي الله عنه أن بعضهم قال يصلي على علج من الحبشة فنزلت وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم. وقد جاءت رواية الطبراني تبين أنه كان منافقا. قال ابن حجر رحمه الله لم أقف في شيء من الأخبار على أن النجاشي لم يصلي عليه في بلده أحد. قال أيضا قول بعضهم من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كشف له حتى رآه، قال ابن دقيق العيد هذا يحتاج إلى نقل ولا يثبت بالاحتمال. وقد ذكر ذلك الواقدي بغير إسناد عن ابن عباس من أنه كشف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سرير النجاشي حتى رأى وصلى عليه. ولابن حبان من حديث عمران بن حصين فقام وصفوا خلفه وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه. هذا ظن منهم وليس دين على أن الحجب كشفت. ولذلك في قصة الصلاة على النجاشي قال بعض الصحابة فصففنا خلفه صفين وما نرى شيئا، أخرجه الطبراني وأصله في ابن ماجه كما قال ابن حجر رحمه الله في الفتح.